كل واحد يحط على الثاني. الوليد بن بدر تحدي اللعيبه، يلا اثبتوا انفسكم عشان اجلس وما ادري ايش كذا. صار مهزله النادي النصر، صار مهزله عقب اليوم، خلاص مهزله، كل واحد يرمي على الثاني، اللعيبه استهتار. الهلال ما كان جيد اصلا، بامكانك تكسبه 1-2 و3 ترد الدين اللي عليك وانت زي اللعبه، استهتار لعيبه يتمشون، ما في شيء نقوله خلاص. اجنبيين احتياط وواحد يلعب بالملعب، يعني اجانب غير مفيدين، الاحتياط هذا يكفي. يعني كوري والله ما سرح وما ولا مع درجه ثالثه. المتى يعني المتى هذه حاله النصر؟ اجانب فاشلين يعني، ما بقى شيء يا نصر، والله ما بقى شيء. شيبنا احنا تونا شباب، النصر ما في امل ياخذ بطوله، 9 سنوات وحنا نكح وراهم، نبي بطوله واحده. ما في اجانب فاشلين، اجانب قاعدين في الاحتياط، شو يسوون اجانب؟ انا جاي هنا عشان استمتع بس، جاي غير جو، داي النصر بينهزم بس الحمد لله ان شاء الله يتغير، ما ظنيت يتغير شيء. ما تراني يقول كل الفريق فاشل، يعني اشيل كل الفريق كامل كل الفريق فاشل. والله كلام سليم؟ اي كلام سليم 200%. مشكلة الخسارة اليوم عبد الله العنزي حارس اكس، والدفاع ما قصر اليوم، الدفاع ما قصر اليوم، لكن الحارس اكس. احنا انهزمنا صح؟ بسم الله العظيم ما نقول هذا لك، احنا قدمنا افضل مستوى الهلال، يعني هجمه واحده الهلال جابوا هدف، هجمه الهلال النصر كان مسيطر على طول المباراه. تبديلات هذه مقتنع فيها، تبديلات مدرب الكوري الشبيب، الكوري استفدنا منه، ليش ريت الكوري؟ حاج بقاش افضل لاعب النصر، حاج بقاش افضل لاعب النصر، يشاور يطلع ليش؟ والله يستحق النصر انه كان يفوز، ولكن الهلال قده قدود، ونواف العابد قده قدود. الهلال ما قدم المستوى المعهود له، كل ما يعني بصراحه اكثر من مباراه نقول يطلع مستوى، مباراتهم اللي فاتت ما قدم اي مستوى ما قدم، واليوم صراحه لعب مستوى أسوأ من المباراه اللي فاتت. الشوط الاول كان الهلال مستطيع اللعب، وكان فيه اللعب النصر عن تغطية برا أماكن الخلفية الدفاعية مسكنها، وقلنا سيطرت لحد ما جاب هدف. بس الشوط الأول كان في أخطاء كثيرة، المفروض اللاعب خالد غامدي هذا المفروض يطرد، لأنه قص هامسون ضربة قوية عنيفة، خشونة عنيف، ويستحق طرد. وأتمنى المباراة اليوم أن يكون، أتمنى أن تكون رقابة لجنة الانضباط تابع للمباراة عشان من أول لحظة لآخر.